اكتشفت بيوم من الايام انه وزني وصل 121 كيلو يصيبني مثل حالة ما. ما رجعت عليه دكتور حقيقة، ما اقدر اوقف، ما اقدر امشي، ما اقدر احكي، ما اقدر انام، ما اقدر اروح الحمام، ما اقدر اسوي ايش. ولكن قبل ما نوصل المستشفى كنت صافم بيني وبين نفسي، قلت اكو شغلات راح افقدها انا وبالطريق والسيارة. حبايب قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بشار أبو خليل. اليوم قصة راح أسولف لكم، قصة جدا استفادت منها وإن شاء الله تستفادون منها. راح أسولف لكم شلون غيرت حياتي للأفضل الحمد لله والشكر، ولكن كل تغيير إلى مساوئه وإلى إيجابياته، يعني سلبياته وإيجابياته بحياتنا الطبيعية موجود هذا الشيء. فراح أسولف لكم اليوم قصتي لما شلون ضعفت وشلون سويت عملية وليش سويت عملية وشنو الشغلات اللي استفادتها وشنو الشغلات اللي ما استفادتها وشنو الشغلات اللي تعبتني وضرتني بخلال هذا المشوار. المهم قبل ما نبلش المقطع حبايب قلبي أتمنى من عندكم تدعمونا باللايكات وسمعونا القصة كاملة إن شاء الله تستفادون منها، وأي واحد دون فوش كان مثلي دزوله هذا الفيديو راح يستفاد كم شغله من عنده. فحاولوا تفيدون قدر الامكان اكثر ناس من اللي تعرفوهم، واللي ناوين والهم نيه واللي ما لهم نيه ايضا يعني ما عارفين شنو الحل. راح ابلش اسولف لكم السالفه شلون بلشت الفكره وليش انا بلشت وليش انا يعني فكرت بهالموضوع واخذته بموضوع جدي، ولكن كنت احتاج فتره حتى اقدر اتصرف به. اول ما بلشت ما كنت قبل 3 سنين ما كنت تشكي من مشكله صحيه او مشكله نفسيه او مشكله داخليه يعني خاصه بي. مثلا اكو هواي مشاكل اللي يتعرض لها الانسان من السمنه، كانت عندي شوية سمنة بسيطة اللي هي كان وزني وقتها 100 كيلو، 100، 102، 103 هيجي. فكنت دايما عادي، الأمور طيبة، ريلاكس، ما كنت أعاني من مشاكل. ولكن من جئت ودخلت باليوتيوب بلشت أتابع على نفسي، أباوع شوية شوية، يوم عن يوم، يوم عن يوم، شهر على شهر، شهر على شهر، قمت شوية شوية قمت أسمن. وأنا كنت أستغرب يعني إنه أنا ليش دا أسمن واني ما اكل اصلا يعني. فكنت اتبع نظام اكل اللي هو اقعد اشرب قهوه بعدين مره ما تخلص شغلك قوم اكل وجبه باليوم، ومرات تصير وجبتين اذا العائله موجوده او عندي وقت اقضيه ويا عائلتي تصير وجبتين. زائدا غير هذا الحكي انه اكو سناكس وما سناكس وهاي الامور كنت اجيبها للبيت وكنت شويه يعني واحده من الاسرار اللي احبها كنت أغدر نفسي بها. طبعا ما كان أحد يغدر نفسه غيري، اللي هي كنت أكل، أحب النوتيلا اللي هي شوكليت النوتيلا، أشتري أكبر حجم ولكن أفضل هاي النوتيلا عندي شهور يعني، لأن أنا كل فترة كل يوم معلقة، كل 3 أيام معلقة، كل أسبوع معلقة نوتيلا أشيلها وأكلها. المهم فبلشت أنا بهذا الشغل، ولما بلشت بهذا الشغل قمت ألاحظ على نفسي شوي شوي دا أزيد وزني لحد ما وصلت وزني 107 كيلو 108 كيلو. قررت وقتها انه اسافر تركيا، وقلت بس اسافر تركيا العب بنادي والعب بجيم واضبط اموري يعني اسوي الحنتبيسيات كلها. فسافرت تركيا وجيت تركيا عشت بتركيا، ما انتبهت على شغله انه تركيا بيها اكل وبلد مليان بالاكل، وعدهم شيء رخيص اسمه الاكل، وعدهم فشيء اسمه طيب هو الاكل. فجنت دائما احب اكل، وخاصه لما تدخل دوله جديده دائما تحب تجرب الاكل مالته. فانا مو عجبني 100% لان المطبخ التركي ما يعتبر يعني من التصنيفات بالنسبه لي اكو هو نمبر 1 منافس على العالم، ولكن انا مو من هواة المطعم التركي او المطبخ التركي عفوا، لان قريب للعربي ومتعودين عليه ومن بلاد الشام وهاي الامور والعراق فقريب جدا عليه فمتعود عليه الاكل. ولكن اكو اصناف جديده جربتها واستغربت يعني، اقول كنت دائما لما اكل اكل هم اكل هذا اسكندر كباب وهاي الامور، اقول احنا ما كنا ناكل اكل دسم، صح احنا نحط الليه والامور هاي، ولكن هنا يستخدمون في شيء اسمه سمنه. السمنه من كنت تاكلها انا اختنق، انا ما احبها، مو كلش احبها، مو دهن حر مالتنا، لا شيء سمنه يسموها سمنه حيوانيه، هي من مشتقات الدهون يحطون كميات كلش كبيرة وهاي السمن يعني مو ما تسمن. فأنا كنت ما أكلها، الأكل
ينغلق عندي وما أقدر أكله. فما أحب الأكل البيسة من الحيوانية أو النبات، أحب الدهن الحور، أحب اللي أحب هاي الأمور، ولكن ما أروح للسمنة. هسه تقولوا لي شنو الفرق؟ ما أعرف شنو الفرق، بس أنا أعرفها من طعمها، أعرف إن هاي سمنة لو مو سمنة. المهم فبلشت أكل وهاي الأمور، وعشت بتركيا وبثوث وما أعرف شنو، وقمت أشتغل أكثر وأكثر، وكنت ألتهي هواي بالبثوث، وبلشت شوية شوية أباوع على نفسي بالكاميرا، أشوف وجهي دا يكبر، أصير مثل التمساح، كل شوية أكبر، كل ما أضحك أكبر، بحيث وصلت مرحلة إنه لما أضحك أو أصيح أو أسوي شيء صار يصيبني عبارة عن إغماء. المجرة الثانية، جزء من الثانية، يصيبني مثل الإغماء، يصير بي يدخل بي، يدخل بي شنو ما المهم، هو دخل بي اسمعوا. فكنت يصابني شوية من الإغماء حتى بالبثوث المباشرة، قمت أتجاوز الضحك القوي، قمت أتجاوز الصياح وإبلع وهاي، لأن حقيقة بعد نهاية كل جيم كل وين إذا كنت أصيح قبل فما قدرت أقوم أصيح بسبب يصيبني مثل الغفوان، يعني أغفى على روحي، أفقد السيطرة على نفسي، رأسي يصير يفتر في حال أعصب أو في حال أصيح أو في حال أضحك من كل قلبي، فيصيبني مثل حالة إغماء. ما راجعت عليه دكتور حقيقة. بعدها بفترة جاني صابني، الله لا يصيبكم، مرض ما أعرف هو، ما أعرف شو يصيحوا له المرض، مو ما اسمه وإنما هو مرض ما أعرف، يعني هو يندرج تحت أنواع الأمراض ولا. قبل ما يصيبني كنت أريد ألعب رياضة وسويت جيم وما أعرف شنو، رحت دفعت فلوس بالجيم ورجعت. بعد ما دفعت فلوس بالجيم ما ضعف، وظليت أكثر من شهرين ثلاثة أدفع الفلوس وما ضعف. بعدين قالوا لي الشباب، قالوا لي تحيوان، قلت لهم ليش؟ قالوا لي ليش تدفع فلوس؟ قالوا ممكن غير ادفع فلوس حتى ضعف. قالوا ايه بس لازم تروح تلعب رياضة. قلت لهم ادري لازم اروح العب رياضة، بس انا مشيت بالخطوة الاولى، الخطوة الثانية تبقى على المدرب هو بالنادي واني بالبيت لازم اضعف. قالوا لي ماكو حد شي لازم تلعب رياضة. فقررت العب رياضة، وزني صار يزيد واني اغلش على الموضوع، اتجاوز الموضوع واهرب من عنده وما اعرف شنو، اغلش. اكتشفت بيوم من الايام انه وزني وصل 121 كيلو. اباوع روحي بالمراية، اباوع روحي من ننزع، اباوع روحي على الكاميرا، اباوع روحي بالبث، اباوع وين ما اباوع، اقول هذا مو بشر، هذا طحن فيش، هذا عبارة عن فرس النهر، فرس النهر وجاي يلعب ويبث. فقلت لازم العب رياضة والقرار وما اعرف شنو. صابني فتشي يسمونه عرق النساء، هذا عرق النساء ما اقدر اقعد، ما اقدر اوقف، ما اقدر امشي، ما اقدر احكي، ما اقدر انام، ما اقدر اروح الحمام، ما اقدر اسوي ايش، عبارة عن شخص مشلول. طبعا هي هاي اصابات طبعا ما اعرف منين تجي، ولكن هي جتني الحمد لله والشكر. فرحت قالوا لي عندك مشكلة بالفقرات، فقلت لهم شنو المشكلة بالفقرات هاي؟ قال لي الدكتور لازم تسوي عملية فقرات، لأن أنت تقعد ساعات طويلة ووزنك كلش هواية على جسمك. فقلت له دكتور لقي لي حل؟ قال لي ماكو حل، لازم تسوي عملية. فرجعت للبيت قررت إنه أني لازم ينزل وزني، ما كنت أقدر أوقف، يعني أوقف مجرد دقيقة، أقل من دقيقة أنهار حقيقة. أقعد على الكرسي مدة 5 دقائق 10 دقائق انهار. فكنت ابث غصبا عني، ما اصور، احاول ابتعد عن التصوير، احاول انام هواية، احاول انه امدد جسمي قد ما اقدر. حالة مرضية صابتني، فقررت وقتها انه اسوي عملية مال قص معدة، لان قص المعدة قالوا ينزل وزنك، واذا نزل وزنك راح تروح اثار عرق النساء. فقررت انه انا اسوي قص معدة، ولكن بوقتها تزامن انه اياها أنا ما أقدر ألعب رياضة، ما أقدر ألعب أي نوع من أنواع الرياضة بسبب هذا العرق النسا، ما يخليني أتحرك، وعندي مشكلة بالفقرات اللي هو يسمونه الفتق بين الفقرات، فهذا الفتق ما يخليني لا أقدر ألعب رياضة ولا هم يسمون. فقررت وقتها أنه أقص المعدة وتوكلت على الله، قلت أنه أبلش البروسيجر والقص المعدة. فرحت سألت الولد الشباب اليوتيوبرز الويا، قلت لهم شنو رايكم بالموضوع؟ قالوا لي والله ننصحك والامور هاي. فقبلها ايضا اجاني وقتها عمل زياده، جتني ساعات بث زياده مثل ما تشوفون هسه
أبث 9 ساعات باليوم، 10 ساعات باليوم، 11 ساعة باليوم، لأن لازم أشتغل بهذا المنهاج حتى أقدر أكون حياتي وأسرتي، أدير بالي على أسرتي. فيتطلب الموضوع ساعات هواية. فقلت أنا وزني 121 كيلو، إذا مشيت على هذا البرنامج هيصير وزني 150 كيلو، لأن أنا أبث 3 ساعات زدت ما يقارب 14 كيلو. إذا أبث 10 ساعات إيش قد يصير وزني؟ وما أقدر، ما عندي هاي الاستطاعة من السمنة، ضيق التنفس والأمور هاي، ما أقدر إنه أنا أقدر أستمر على الكرسي أقعد ساعات طويلة، زائدا المرض اللي صابني. فقررت إنه أسوي قسم معدة، ورحت وللمستشفى قلت لهم يا بي، قالوا لي ها، قلت لهم أريد أقسم معدة، قالوا لي إيش قد طولة، قلت لهم ما أعرف، فشافوا 100 وما إيش قد 80، فقالوا لي لازم يكون وزنك بالثمانينات. قلت لهم حلو، قالوا لي بس وزنك 120 ما يستحق 100% انه يكون هو قسم معده، ولكن لازم تنزل 40 كيلو. فقلت لهم 40 كيلو يعني انسان اخر، يعني عندي وزن مال بشر ثاني بجسمي، ما يصير وزني يكون هيك. فقالوا لي اذا تريد امشي بالبروسيجر والامور هاي. فقررت انه امشي بالبروسيجر وسويت التحاليل وكل شيء لحد ما اجى يوم العمليه. أدري القصة راح تصير طويلة عليكم، ولكن أحاول أختصرها إيش قد ما أقدر. المهم اسمعوا القصة. فبلشت بالبروسيجر، خلصت لحد ما أجى يوم العملية. طلعنا أنا وصديق إلي اسمه إبراهيم، قلت له إبراهيم، كان يقول ها، قلت له اليوم عمليتنا، قال لي أنا وياك ونروح نسوي العملية. فالولد ما قصر وياي، وقف وياي بأيام العملية كلها. شكرا إله طبعا، وشكرا للأشخاص الآخرين اللي وقفوا وياي، وشكرا لكم لأن اطمنتوا على صحتي وقت كنت أنا بالمستشفى. الشباب اللي بالديسكورد، الشباب اللي برا تركيا، الشباب المتابعين اللي تواصلوا وياي على الواتساب، مشكورين كلكم حقيقة. فدخلت المستشفى، قالوا لي لازم تنزع هدومك، نزعت هدومي، قالوا لي لازم تلبس هاي الملابس، لبست هاي الملابس. ولكن قبل ما نوصل المستشفى كنت صافم بيني وبين نفسي، قلت اكو شغلات راح افقدها انا وبالطريق بالسيارة، ولازم ما اكل ها قبل العملية، لازم تكون ما ماكل مشارب مي لمدة 10 ساعات، تتروح ومعدتك فارغة لما يقصوا لك اياها. فلما رحت مشيت بالطريق فصفنت بيني وبين نفسي، قلت ايش جابك على هالمر؟ ليش دا تريد تقص معدي؟ مو الك، عوف الموضوع، العب رياضة. فكنت دائما أقول ألعب رياضة ولكن ظهري ما يخليني. كنت محاصر بهواي ظروف صعبة، ولكن انقهرت على شغلة واحدة، قلت له لإبراهيم لازم تمشي. تفوت كان قاعد لي قدام بالتاكسي، كنا وكنت كان سيارته محجوزة، فحطيت إيدي على كتفه قلت له إبراهيم، كان يقول ها، قلت له بعد ما راح نقدر ناكل مطاعم اللي نحبها وهاي الأمور، كان يقول إيه، قلت له من رأيك هسه نقلبها نروح مطعم، وانا على ابو العمليه يا ابو الفلوس اللي دفعناها. فهو قال لي لا لازم تروح وتسوي عمليه. قلت له تمشي هسه، خلينا نروح نضرب لنا لفه كباب، نروح نضرب لنا لفه شاورما، نروح نضرب لنا ان شاء الله دسمه ونرجع البيت، ولكنه كل شيء صار ونرجع، لان انا اعرف نفسي ما راح اقدر اكل بعدين، راح تمر فتره كلش صعبه علي. فقلت له انا احب الاكل، اللي مزاج بالاكل، الحمد لله وشكر امي ربتني ناكل كل شيء، ولكن أكلة واحدة ما أحب أكلها جزتوا ما تعرفوها، اللي هي الطرشانة، ما أحبها مستحيل. المهم لا حد يحاول يكتب لي، اللي يحب الطرشانة سوي لايك، واللي ما يحب الطرشانة همين سوي لايك، وكتبوا لي بالتعليقات تحبون الطرشانة لو ما تحبوها. المهم الطرشانة هاي أكلة عراقية، كتبوها بالجوجل تلقوها، ما أحبها. المهم فقلت له امشي امشي أفضل. رحنا المستشفى وخذتنا الأمور. مهم لبست الملابس، شاهدت شاهدتين والحمد لله وشكر، ودخلت غرفة العمليات. ما أتذكر، مهم نمت، قعدت لقيت روحي قدامي شخص ما أعرفه ولا هو يعرفني، أول مرة أشوفه وأول مرة يشوفني. كان أبوه، لقيت هو تواصل وياي على الانستغرام قبل العملية بساعة، فقلت له أنا بالمستشفى الفلانية وهاي، وأنا ما شايفه ولا هو شايفني، هو شايفني من البثوث بس أنا ما شايفه. فبوعت عليه قلت له لك ها حيوان إيش ده سوي هنا؟ كان يضحك، قلت له أبو علي، كان يقول لي تعرفت وقتها على أبو علي، أخ وصديق عزيز طبعا على قلبي، ولكن الشغل شيء والصداقة شيء كالعادة. أنا أحبه كلش، ووقف وياي بالمستشفى وقفة أخلخه، وظل وياي هو إبراهيم 3 أيام، زائدا إجا شخص آخر اللي هو كيلو، همين وقف وياي مشكورين لأن وقفوا وياي، ولكن دقوا بي الناقصة السفلة الحيوانات الحقراء، بعدين أسألف لكم السالفة. المهم ف
فقعدت من البنج، فكنت كلش أتألم. العملية حتى توصلكم الفكرة عبارة عن ألم لمدة 3 أيام، بعدين يداولك ألم بسيط بعد أيام بسيطة، ولكن هاي الألم اللي كنت أنا أعاني منه، كنت دائما الولد يتحملوني بالمستشفى. أنا أقول لكم الشخص اللي يتحملك بمصابك هذا شخص جدا عظيم. كنت دائما أطلع بلغم وسوائل من حلقي بعد العملية بساعات، مرافقة إلها الدم، دم 24 ساعة ولعاب كله دم. فكان والولد خطية يجي إبراهيم، إبراهيم يخاف من الدم، كلش يخاف من عنده، ولكن كان شجاع بهذيك اللحظات. كان دائما يحط لي معون جوا حلقي لما ما أقدر أحكي، يعرف بيه راح زوع دم. أنا آسف دا أوصف لكم الحالة. كان دائما يحط لي المعون أقوح وزوع دم. وأبو عليه كان خطية يشيل الكلينكس ويمسح على حلق الدم، وكانوا مرتعبين كلش، خايفين عليه إلى درجة ما تنوصف، كل صعبة الأمور كل صعبة. في لحظة من اللحظات كنت أتمنى أنه ما سويها، وحقيقة الحمد لله وشكر سويتها والله قومني منها بالسلامة، وإلي أكثر من 3 أشهر. كنت أتمنى أنه أنا ما سويها، وحقيقة أنا لحد هسه أتمنى كنت ما مسويها. هسه تقولوا لي ليش؟ الحياة واحدة ونعيشها بلذتها، فبطلت استلذذ بالأكل، وهاي فقدت يعني جزء كبير من استمتاعي بالحياة. هسه تقولوا لي شنو السلبيات والإيجابيات؟ السلبيات هواية والإيجابيات أيضا هواية، ولكن ما راح أقدر أقولهن كلهن. واحدة من الإيجابيات، راح أبلش بالإيجابيات بعد ما سويت العملية. أرجع لكم بسالفة الدقة الناقصة، الولد دقوها بيه. ثاني يوم من العملية أنا ما أقدر أكل، 4 أيام لازم ما أكل، كله على السوائل، كله على المغذي. فثاني يوم من العملية الشباب جابوا كباب وكفتة وثلاثتهم وحطوها الأكل بالمستشفى، وقعدوا يأكلون بصفي، أنا بالفراش يحطون الأكل ويأكلون وأنا قاعد أتفرج عليهم. بالله شوفنا إيش ده تأكل، إيش ده تزقنا بنتي. أبا علي إيش ده تأكل؟ تكة وكباب وضع. قرب لي بالله، قرب لي، الله ياخذك إن شاء الله. وشلون حال الرب؟ تكة بيت؟ من بعد المحراج. زين متى؟ قال أطران هذا الخرايز ليه أكل؟ لفة شنو؟ لفة كباب. كنام شنو هذا الجو؟ وكيل وش ده تأكل؟ كباب أضلنا أكو بعد شغلات ما فاتها. الله ياخذكم إن شاء الله يا قوان. سم بقلبكم باكل يعني. وين أكلي؟ ما ولا يشبعون والله. قاعد يحط خبز التمن دخل ربك لف التمن. بيش زربته لف التمن، وين صار هاي خبز جا التمن؟ تعال شوفني أنا ما أقدر. شمه وان جايبين برينجلز للكعبة. والله ما أريد أحكي، دعيت عليهم إن شاء الله سمو زقنا بوديك الوجبة على بطنكم. أنا ما أقدر أكلهم، كانوا يقدرون يأكلون الحيوانات، ما قدروا حالتي المرضي. شغل موسيقى مال تيرير مال حسن. انت تقدر اكل عشان اكل اه الله ينجل من امني يا اخي. المهم فكانوا يقدرون ياكلون، الله جيت ادمع من صدق من تذكرت الموقف. المهم فكانت تقدر ما كنت تقدر اكل. المهم الايجابيات انه بدل لا ألبس XL صرت ألبس ميديم. صار وزني هسه حاليا الحمد لله 89، نزلت ما يقارب 31 كيلو، وشوفوني ضعفان. صرت أخاف، صرت سريع، صرت قوي، عرفتوا. فأكو هواي أمور استفاديت منها، هواي إيجابيات. صرت أقدر أشتغل أكثر، صرت ساعاتي أكثر، صرت أقدر
انتج ودليل على هذا انا مسوي لكم هذا الفيديو. انا قبل ما كنت اقدر اسوي لكم فيديوهات، فكله ينتقل من البثوث لليوتيوب، ما اقدر ابث اسوي لكم فيديو، اقعد اسوي لكم فيديو. فكانت اكو هواي امور ما اقدر اسويها صرت اسويها. الحمد لله ظهري خاف، الفقرات رجعن ان شاء الله طبيعيات، صرت اقدر امشي ساعات اكثر، صرت اقدر البس الملابس اللي تعجبني، صرت احلى. هناك كنت انا اقول لكم مو احلى قبل، كنت وانما فني اكثر وجهي، هسه شويه فني شويه يعني، عرفت شلون؟ فهواي شغلات اكتسبتها. السلبيات انه انا ما اقدر اكل، انه انا استخدم فيتامينات كل يوم، ادويه كل يوم، صار لي 3 اشهر لازم اظل مستمر على الفيتامينز والامور هاي، لازم اشرب ميه هواي، بطلت اشرب ميه هواي، صرت ما اقدر اكل، صرت اعاني من لما اكل، صرت صحتي مناعتي قلت، هواي امور تخسرها سلبيات هواي ايضا الموضوع، لكن بالمقابل اكو ايجابيات. فكان هدفي انه انا اشتغل، يعني انه اقدر اشتغل اكثر. فواحدة من السلبيات اللي اقول لكم عليها، صرت ما اقدر اضحك، لما اضحك اتوجع، بطني صرت توجعني، جسمي يتقلص، خاصة اذا اريد اضحك من كل قلبي. هاي واحدة من الشغلات قمت افقدها، الضحكة بطلت يعني مثل قبل اضحك وهاي، لان ما اقدر رغم انه انا كنت اعاني من اضحك، قلت لكم يصيبني اغماء هاي الامور، ولكن دا احاول اقدر اتعلم اضحك، لازم اتعود اضحك، لان يصيبني وجع ببطني لما اضحك، بعدها بطني ما مرتاحة، ملتهب، اكو هواي امور لازم اظل اعاني، يعني اعاني منها فترة طويلة. ولكن مثل ما قلت لكم بطلت الاكل، قبل ما كنت اعرف طعم الشبع، هسه صرت اعرف طعم الشبع، صرت اوصل مرحلة الشبع. قبل كنت اكل انزل من الصينية من هنا اسلم على القدامي، هسه ما قدرت، بعد ما اقدر اكل. البارحة ابشركم اكلت تمن وبامية، ولكن شوية خاشوكتين وقفلت، وقعدت الصبح، اول ما قعدت قمت اكلت تمن وبامية، ولكن عانيت هواي الصبح حتى اقدر اصور لكم هذا الفيديو، لان كلش اتأذى لحد ما المعدة تهضم هذا الاكل. فهنا انا وصلنا نهاية القصة، ان شاء الله استفاديتوا من عدها. النصيحة الأخيرة اللي أريد أقول لك إياها، إذا ما كنت مريض بسبب السمنة فلا تسوي عملية، ما كنت أسوي عملية. إذا ما كنت مريض من وراء السمنة لا تسوي عملية، استمتع بحياتك وعيش حياتك، لأن الحياة هي حياة واحدة، استمتع قدر ما تقدر. بس هذا اللي أريد أقول لك إياه. إذا تشوفون أصدقائكم يريدون يقصون معدة أو هاي، حاولوا تقولوا لهم إنه استمتعوا بحياتكم، أوصلوا جربوا الأكل كله اللي تجربوه. لأن بعد القصر المعدة راح تيجي فترة كلش طويلة إنه أنت ما تقدر تمارس اللي كنت تمارسه قبل، ما تقدر تأكل تأكله بعد، ما تقدر تأكل تأكله قبل. فحاول إنه تستمتع بالأكل، حاول تأكل إيش قد ما تقدر، حاول تفطر مطاعم إيش قد ما تقدر، حاول تجرب تأكل أكل ما ماكله إيش قد ما تقدر، إيش قد ما تقدر تسوي، لأن هاي الشغلات راح تنحرم منها. أي نصيحتي إله. بالنسبة للمشكلة النفسية، أكو ناس تتعرض لحالة نفسية لأن إنه بعد الأكل ما يقدرون يأكلوا، ينصابون بحالة نفسية مثل الهستيريا، مثل الحزن يصيبهم. أكو هي تسوي مشكلة نفسية، هي عمليات قص المعدة واحدة من مشاكلها المشاكل النفسية، تبني حالة نفسية. الحالة النفسية إذا مو قدها أنت لا تدخل بيها، لا تقص المعدة، لأن وراك حالة نفسية. بالنسبة للأكل، إذا تحب الأكل هواي راح تظل حزين الأمور هاي. فإذا عندك مشكلة بالأكل لا تحاول تقص المعدة، وإذا ما كنت مريض لا تحاول تقص المعدة، ولا تخوض هاي التجربة. استمتع بحياتك شوي ما تقدر، وامتعنا وياك، وحطنا لايكات وكتبوا لي تعليقكم اللي قصوا المعدة، شنو الشغلات السلبية والإيجابية اللي واجهوها الآن ما واجهتها، لحتى يستفادون أكبر عدد ممكن من الشباب، لأن إحنا الجيمرية دائما سمينين ونسمن وقاعدين وكسالة. فدعاء لقلبكم، شكرا لكم، لا تحرمونا من لايكاتكم واشتراكاتكم، نحبكم ونموت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. سوي لايك، سوي نور، سوي نور.